من الشركات التي يمكن أن تعتمد عليها في التريدينج هي شركة نورد اف اكس. هذه الشركة التي يمكن تقوم تحقق بها أرباح جيدة. أيضا يمكن من خلال هذه الشركة أن تقوم بالتداول بطريقة بسيطة جدا. شرحت لكم العديد من الشركات التي يمكن تعتمد عليها، ولكن من بين الشركات القديمة جدا والتي لديها يعني مصداقية كبيرة أيضا هي نورد اف اكس، الشركة التي يمكن أن تستثمر فيها أموالك، أو بالأحرى يمكن أن تتداول من خلال هذه الشركة. فقط كتنويه بأن التداول هو مملوء بالمخاطر، يعني قد تفقد رأس المال الخاص بك أو تفقد المال الخاص بك، لكن من خلال التداول يمكن أن تقوم بتعلم هذا المجال قبل أن تستثمر المال الخاص بك. فقط أقوم بتحريرك لكي تعرف بأن التداول ليس بالشق أو الشيء السهل. المهم، من بين الشركات التي يمكن أن تقوم أيضا بالتداول من خلالها وتعلم التداول وأيضا الاستمتاع بالأخبار الخاصة بالتداول إلى غير ذلك، يمكن تعتمد عليه شركة نورد اف اكس. الشركة بطبيعة الحال معروفة جدا في السوق العربية والسوق العالمية بطبيعة الحال، شركة لديها مصداقية كبيرة يمكن أن تعتمد عليها. أول شيء نشاهد مثلا الوجهة الخاصة بالشركة. الجميل في الشركة بأن الآن وضعت لنا مسابقة يعني الخاصة يعني ب يعني مليون بطبيعة الحال، 100 جائزة وجائزة كبرى بقيمة يعني 20,000 دولار، وهذا شيء رائع من خلال هذه الشركة. المهم، عمل شركة تقريبا 13 سنة وهذا شيء جميل جدا، أكثر من 13 سنة بطبيعة الحال، وهذا شيء جميل جدا من هذه الشركة. نتعرف على الوجه الرئيسي الخاص بالشركة. هناك جوائز أدوية مقتنعة بطبيعة الحال، حساب التداول من السات تداول سنتعرف عليه في اللحظات. بالنسبة للتداول مباشرة من خلال USDN كوسيط يعني خاصة بالتداول، يمكن أيضا التداول عبر الجوال، يمكنك التنفيذ سريع في 5 ثواني من خلال كل صفقة خاصة بالتداول، دعم 5 أيام على 24 ساعة، رافعة مالية تصل إلى 1 على 1000، أيضا أقل فرق سعر هو من 0.00. ايضا يمكنك الحصول مثلا على تدريب خاص بالتداول، حساب تجريبي ايضا لديك، ايضا افتح حساب تداول حقيقي سنشاهد قبل ذلك، ايضا لديك تحليل السوق بشكل يومي يتم طرحه من خلال الشركة بطبيعة الحال، او اسبوعي من خلال الشركة على حسب يعني اخبار مهمة تضع لنا الشركة. هنا اخبار الشركة بطبيعة الحال ستجد في هذا المكان. كذلك ايضا هنا السوشيال ميديا يمكن ان تعتمد عليها من خلال الشركة، وايضا يمكنك ان تقوم بتحميل يعني التطبيق الخاص بها من خلال يعني جوجل بلاي ثم الاب ستور. المهم، اول شيء نشاهد قبل ان نقوم بفتح حساب سنشاهد مثلا هناك الحسابات المتوجه عبر الشركه، كل حسابات سنطلع عليها. هنا سنشاهد مثلا حسابات زيرو بطبيعه الحال، كذلك هنا الحد الادنى للايداع هو 500 دولار. بالنسبه للاسبايد الفرق والسعر يبدا من 0.00 كيس. ايضا لدي كريدت لاينج الرفع المالي بطبيعه الحال هي 1 على 1000، ايضا 1 على 1000. يمكنك تتم خلال التداول من خلال الدولار الامريكي، اللاتريوم، البيتكوين، رصيد الحسابات بطبيعة الحال. دقة التسعير هي 5 ارقام، تقريبا 0.0035%، وكل تداول كل جهة يعني كميشن العمولة بطبيعة الحال. لديك 33 زوج من العمولات، المعادن، العمولات الرقمية، المؤشرات الى غير ذلك. كذلك لدينا حساب البرو. حساب البرو بطبيعة الحال هو الحد الادنى للايداع هو 250 دولار. بالنسبة للسبرايد يعني من 2 يعني بيبس. ايضا لديك الرافع المالي من 1 الى 1000 بطبيعة الحال. الدولار الامريكي الاوتونيوم بطبيعة الحال يمكنك التداول من خلال جميع الدولار الامريكي الى غير ذلك، والاوتونيوم بيتكوين الى غير ذلك. كذلك بالنسبة لديك 33 زوج، ولكن المعادن والعملات الرقمية المؤشرات ثم يتم تداول العملات الرقمية عن طريق الموقع يعني نورد اف اكس. كذلك من خلال الفيكس بطبيعة الحال يمكنك الحد الادنى للايداع هو 10 دولار، يعني حد الادنى ضعيف جدا بطبيعة الحال، متناول للجميع 10 دولار لا شيء بطبيعة الحال، يمكن فقط تضع 10 دولار، ويمكنك من خلال هذا 10 دولار يمكنك ان تقوم يعني بالعمل من خلالها وايضا استثمارها من خلال الشركة. كذلك لديك خطة أخرى وهي خطة سيفينغ بطبيعة الحال. حد الآن الاستثمار هو 500 دولار، متوسط الفائدة السنوية هي 3%، المدفوعات اليومي مدفوعات يعني يوميا، العكس باقي يعني الخطة الأخرى الحد الأدنى للإيداع يكون الدفع 4 يعني من يعني 4 أرقام غير ذلك، هنا خطة بتسعير غير ذلك يعني. كذلك لديك رصيد الحساب بطبيعة الحال هو الـ USDT داي الـ USDC. بالنسبة أيضا البرامج التي يمكن أو المنصات أو مثلا البلاتفورم التي يمكن أن تقوم بالاعتماد عليها هي مثلا منصات التداول الخاصة بهذه الشركة. لديك الميثود الرابعة، أيضا الميثود الفور خاصة مثلا مسمى التداولين المديرين الذين يعملون على عدة حساب في نفس الوقت، يمكن التداول في أسبوع خاصة
يعني ميزات خاصة مثلا بالبلاي يعني الاندرويد وايضا الايفون يمكنك ايضا استعمالها. كذلك لديك هنا ميزات ضبط الحرارة الرابعة، يمكنك ان تختار اهم الميزة الخاصة بالميزات الرابعة. هنا الخاصة يعني بالايفون، هنا المعلومات خاصة بالميزة الخاصة بالايفون يمكنك تحميلها من خلال المكان. ثم ذلك لديك نورد ويكس اب بشكل مباشر، او يمكن استعمال الميزات متعدد الحسابات ضبط الحال، يمكن ان تقوم بتحميله من خلال هذا المكان او من خلال هذا المكان حسب اريحيتك الخاصة في الميتاترات. ايضا لديك هنا بتر كوبي تريدينج، يعني كوبي تريدينج طبعا الحال هذه شيء جميل جدا من خلال كوبي تريدينج. كوبي تريدينج يمكنك ان كنت لا تجيد التداول او لا يعني ليس لديك خبرة في التداول، يمكن فقط من خلال كوبي تريدينج ان تقوم يعني باستثمار مالك الخاص واشخاص اخرين يتداولون بدلا عنك وانت تاخذ الارباح الخاصة بك، ويعني هذا شيء جميل جدا. يعني تنسخ صفقات الاشخاص الاخرين ولديك يعني ربح يومي او مثلا بحال التداول، ربما خسر ربما تخسر مع ذلك الشخص، ولكن المهم يمكنك ان تستعمل كوبي تريدينج ان كنت لا تجيد التداول في يعني من خلال شركات يعني نورد اف اكس. كذلك خاصيات من الخصائص الاخرى ايضا البايب تريدينج طبعا الحال، هذه الخاصيه خاصيه عدم ربح المستثمرين وربح المستثمرين وربح للجميع. هذه الخاصيه جميله جدا، يعني هي خدمه استثمار كلاسيكيه يصبح اختبار بوصف مريحه يكسب المستثمرين المال عن طريق تحويل الاموال الى مدين او اكثر من مضاره. يعني هذه الخاصيات مثلا انت فقط تعطي المال الخاص بك خاص بعض المديرين وهم يديرون الحسابات الخاصه بك بدلا عنك بطريقه بسيطه جدا، تسمى البام او مثلا سجل في خدمه البام في خزينه تاجير منتجات الاستثمار. اضافه امر رئيس البام الخاص بك، اختار مدير البام من تصنيع حسابات البام خلال المراجعه الاستراتيجيه ونتائج الدولة اكثر من 50%. يعني هنا يعني يعطيك يعني المستثمرين هنا خاصه بالمضاره، يعني انت تعطي فقط انت يمكنك ان تقوم يعني اشخاص اخرين يديرون الحساب الخاص بك وتاخذ انت الارباح الخاص بك، وهذا شيء جميل جدا من الشركات. وهنا افضل مديرين المتواجدين عبر الشركه كما تشاهدون، هذا شيء جميل جدا يمكن ان تقوم باستثمار بهم بطريقه بسيطه للغايه. كذلك اشياء اخرى الادوات التي يمكن تستعملها اي تحليل الى غير ذلك، برنامج الشركاء ايضا متوج عبر الشركه كما تشاهدون، زياده الدخل الخاص بك من خلال الافليت الى غير ذلك، وهذا شيء جميل جدا من خلال الشركه. المهم اول شيء تقوم افتح حساب تداول خاص بك، اول شيء تذهب مثلا لفتح حساب تداول بطبيعه الحال اما حساب تجريبي او فتح حساب حقيقي على حسب اريحيتك الخاصه من خلال الموقع. يمكنك فقط حساب تجريبي، يمكن دخول حسابك الحقيقي بطريقه بسيطه للغايه. اول شيء تضع مثلا الاسم الخاص بك، الهاتف الخاص بك، ثم البريد الالكتروني، بعد ذلك الهاتف هنا، ثم الدوله، بعد ذلك هنا نوع الحساب الذي تريد برو فيكس مثلا زيرو على حسب اختيارك الخاص، ثم العمله التي تريد مثلا اظهار بها لحسابك الخاص PTC او USD او اثريوم، ثم الرافعة المالية التي تريد، هل تريد مثلا واحد على 1000 واحد على 500 واحد على 100 او واحد على 100 على حسب اختيارك الخاص. ثم ذلك يمكن موافقة على الشروط، ثم ذلك تضغط على هنا في هذا المكان وتختار كود كاباتشا لكي تقوم يعني بالدخول الى حسابك بطريقه بسيطه للغايه. الان سنقوم اول شيء اذا الدخول الى حسابك الخاص طبعا الحال من هنا، يمكن في هذا المكان اما تقوم بالدخول المباشر او يمكنك فتح حساب تداول او فتح حساب تجريبي. يعني المهم سنقوم بالدخول الى الحساب الخاص ثم نعود اليكم. حسنا بعد ذلك سيتيك ايميل بالمعلومات الخاصه بك كما تشاهد هنا، هنا نوع الحساب الى غير ذلك، هذه الاشياء ستحتاجها في تنزيل الميتاتر الخاص بك، ثم اودي الاموال الخاص بك سنشاهد من خلال الحساب الخاص. المهم هذه الداشبورد الخاص بنا يمكن ان نستعملها مثلا من خلال الميتاترات الاختيار التي اخترنا الميتاترات الرابعه، سواء يمكن تنزيلها عبر يعني الويندوز او مثلا الايفون او الايبود. المهم سنشاهد مثلا هنا الحساب الخاص بنا، كما تشاهد هو الحساب الخاص بنا، يعني هنا تجد رقم الحساب، تجد الميتاترات الرابعه، نوع الحساب الخاص بك، ثم الرافع المالي، ثم الاموال. ايضا هنا السحب ثم الايداع سنشاهد مثلا الان. بالنسبه للسحب الخاص بك بطبيعه الحال سحب بسيط جدا، يمكن ان تقوم باول شيء بايداع الحساب تاكيد، يعني قبل ذلك ستقوم اول شيء بالايداع في هذا المكان، او يمكنك قبل كل شيء يمكنك حساب التداول، يمكنك ايداع الاموال في هذا الحساب، يعني حساب تداول خاص بك او الحساب الشخصي، هذا الحساب الشخصي او تريد مثلا حساب التداول. العموم مثلا تذهب مثلا الحساب الشخصي، ثم بعد ذلك تختار البنوك المتواجده عبر الشركه بطبيعه الحال، هناك تضع مثلا الايداع، وهنا تختار مثلا البنوك المتواجده عبر الشركه، اما عبر التحويل البنكي الدولي او عبر فيزا كارد، مستر كارد ايضا، اي فيزا او مستر كارد على حسب اختيارك الخاص. ثم سكرين
نيتلير ايضا بريفكت موني ثم ويب موني ثم اي سي بي. لديك ايضا العملات الالكترونيه الاثيريوم مثل اي ار سي 20 يو اس دي تي كذلك على حسب اختيارك الخاص في يعني الاداء. كذلك لديك ابنك اخرى من خلال يعني كما تشاهدون اختيار مثلا مثلا أستروبي. ثم ان يعني هنا شيء جميل جدا من هذه الشركه لديك يعني التنويع في الاختيارات. ثم بعد ذلك الرصيد الخاص بك سواء رصيد يو اس دي او حساب مثلا حساب اختيارك الخاص حساب الخزانه حساب الميتادرات او حساب ميتادرات مثلا الربيع على حسب اختيارك الخاص ثم او مثلا الرصيد يو اس دي. ثم بعد ذلك تضغط على استمرار. اول شيء تختار مثلا هنا تختار مثلا بيرفكت موني وهنا ستضع مثلا المال الخاص بك مثلا 10 دولار فما فقط في الحال نحن اخترنا الخط يعني الحساب يعني العائد في الحال يمكنك ان تختار 10 دولار مثلا هنا. ثم بعد ذلك اختيار التحويل بالنسبة هنا في الحال هذه خاصة بالإيداع بالسحب بنفس الطريقة أيضا يعني هنا بالنسبة للإيداع سجل الإيداعات هنا خاصة بسجل الإيداعات في الحال تجد في كل سجل الإيداعات الخاص بك في هذا المكان. ثم بعد ذلك يعني كل شيء سجل من الاختيار مثلا بتحويل مثلا مفقود او السحب مثلا او سجل السحوبات. ايضا من الاشياء المهمه حساب التوفير الخاص بك هنا تجد مثلا طريقه نتفورك منتج ممتكن مثلا عند مثلا دوفي كما تشاهد هنا يمكن ان تقوم ايضا باستبانها. المهم نحن اول شيء سنشاهد مثلا كيف الدخول الى المتجر الخاص بنا وايضا كيف نقوم بتداول من خلال الشركه. اول شيء مثلا سنقوم بتحويل تحميل المتجر يعني الرابعة نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك يتم تحميل الميتادات الخاص بنا بطريقة بسيطة جدا كما تشاهد هنا. دقيقة حتى يتم دخول الميتادات الخاص بنا كما تشاهد هنا سيتم الدخول الآن الميتادات حتى يتم تحميلها ثم بعد ذلك سنقوم بتثبيتها عبر حسابنا الخاص. اول شيء تقوم مثلا بالضغط عليها لما يتم يعني دخول الميتادات او مثلا يتم تحويل الميتادات الينا ثم ذلك نقوم بالضغط على وي بعد ذلك تقوم يعني هنا بسويفون ثم ذلك تنظر حتى يتم تنصيب الميتادات الرابعه الخاص بنا عبر حسابك. تقوم بالدخول الى حسابك الخاص نتوجه مثلا اول حاجه اول شيء الى الموقع ثم ذلك تضغط مثلا هنا هذه الخاصيه ثم ذلك الحسابات الخاصه بالتداول بعد ذلك تضغط مثلا هذا المكان ثم سجل مثلا هنا المعلومات الخاصه يعني بك. هنا تجد مثلا الرفع الماليه تجد مثلا هنا يعني الخادم الافتراضي للتداول هو يعني نورد يعني النورد ريال الرابعه من ستوت الحال من تدرات ثم كلمه المرور الخاصه بالمنصه او كلمه السر خاصته بالهاتف نقوم باستعمالها لكي نقوم بالدخول الى حسابي الخاص. مثلا هنا سوف تجد مثلا هنا الديمو ريل تختار مثلا الرابعه ثم بعد ذلك هنا سويفون بعد ذلك تضغط مثلا على تذهب مثلا الى الموقع الخاص بك في هذا المكان ثم بعد ذلك تاخذ مثلا يعني هذا الرقم رقم الحساب الخاص بك بعد ذلك تضغط مثلا في خلال اللوجين ثم يمكن الدخول الى حسابك الخاص عبر يعني الشركة. ثم مثلا كما تشاهد هنا تم الدخول الى حسابنا الخاص هنا تجد مثلا هنا يعني اهم الازواج للعملات الالكترونيه في هذا المكان كما تشاهد هنا في هذا المكان يعني لديك الاورو اس دي لديك العديد من العملات التي يمكن ان تقوم يعني باستعمالها. كما تشاهد هنا هو الحساب الخاص بنا تم الدخول الى حسابنا الخاص يعني بطريقه بسيطه جدا. اذا اردت مثلا اضافه مثلا يعني اهم الاشياء الخاصه مثلا بهذا يعني المتطلبات معروفه جدا يمكن ان تستمع مثلا لحسب يعني الأزياء مثلا كثر الخطوط الى غير ذلك يمكن استماع هذه الاشياء يعني من خلال هنا ايضا الجرافيك لدي الجرافيك الخاصه بهذه الشركه ثم الاوتيل بطبيعه الحال هنا مثلا نوفو اوردر الى غير ذلك ثم بعض الاشياء الخاصه يعني بالشركه يمكن ان تقوم باضافتها من خلال هذا المكان. هنا ايضا كيف تقوم بتثبيت الحال يمكنك فقط اما حذف هذه الاشياء او تكتفي فقط ب يعني هذه الازواج الاخرى بطريقه بسيطه جدا كما تشاهد هنا يعني او يمكنك ان تقوم فقط بهذه العملية والاحتفاظ فقط بهذه الواجهة. ثم تجد مثلا هنا اهم الاشياء الخاصة بالميتادات بطبيعة الحال الميتادات معروفة جدا فقط ستجد العديد من المشروعات الخاصة بالميتادات ويمكن ان تقوم يعني باستعمالها بطريقة بسيطة للغاية. يعني ايضا يمكنك من خلال هذا الموقع بطبيعة الحال يمكنك ايضا يعني فتح حساب مثلا تداول اذا اردت فتح حساب مثلا تداول جديد تختار مثلا الرافع المالي الخاص بك اذا اردت ثم هذيك البرو اذا اردت مثلا برو اي اس دي او مثلا البي تي سي الى غير ذلك من الحسابات التي يمكن ان تقوم باستعمالها ثم ذلك الرافع المالي الذي تريد بعد ذلك تضغط على التالي ويمكن استعمال يعني حساب الحسابات التجاريه. طريقة هذه طريقة بسيطة للغاية. أيضا هنا حساباتك الشخصية متواجدة في هذا المكان يمكنك أيضا حسابات شخصية قبل ذلك يمكنك الإيداع يعني من خلال الموقع.
تقريبا كل هذا الشيء خاص بتنمية التراطب كحال بسيطة للغاية تقوم بالإيداع والتداول من خلال أنمية المتضررة من خلال هذه الشركة. كذلك الشيء الآخر من خلال الشركة الذي كيف يعمل نظام الشراكة، أيضا يمكنك الاستفادة من هذا النظام للربح من خلال الشركة، إحجام العمولة 10% بطبيعة الحال من عمولة الشريك من المستوى الثاني، ثم لديك 10-12 لكل لوط، وهذا شيء جميل جدا من خلال هذه الشركة. يمكن تحقيق أموال جيدة من خلال هذا، يعني هذه الطريقة يعني من خلال نورد ال اف اكس. يعني تقريبا هذا شيء جميل جدا. هنا اهم الوثائق الخاصة بالشركة من خلال الجوال الرابعة الى غير ذلك، ممكن تطلع عليه من خلال هذا الموقع. تقريبا هذا كل شيء خاص يعني نورد ال اكس، يعني شركة جيدة يمكن الاعتماد عليها، وايضا التداول من خلال الميزة الرابعة باعتماد على الشركة، يعني فقط من خلال الايداع، وايضا ستجد كل شيء من خلال هذه الشركة بسيط للغاية. خاص الكوبي تريدينج، ايضا لديك خاص الكوبي تريدينج، ثم خاص البي ام، ثم خاص يعني هنا منتج، ثم الصناديق اسمها نورد ال اف اكس. يمكن ايضا ان تستثمر الاموال الخاص بك مع احد يعني الشركات بطبيعة الحال من خلال برو اكسبرت فوند. ايضا البرو مثلا لحد الاستثمار هو $1000، 2000 USD، ايضا هنا 500 USD، 500 USD. اذا اردت استثمار الاموال الخاص بك يمكن ان تقوم باستثمار الخاص بك والحصول على يعني 3.20% من خلال كل ربح. ايضا هنا خصم الارباح من خلال يعني الاستثمارات، يعني هذا الشيء جميل جدا. يمكن ان تقوم باستثمار الخاص بك اذا كانت لديك مال كبير جدا، يمكن ان تستثمر مع شركة يعني هذه الشركة، وهذا الشيء رائع. كذلك لديك اشياء اخرى، يمكن استثمار الاموال الخاص بك من خلال البام، يعني هنا البام من خلال الاستثمار مع اشخاص اخرين من خلال رابح بطبيعة الحال بطريقة بسيطة للغاية، يعني استثمار مع متداولين اخرين من خلال يعني كابيتال، من خلال يعني شركات اخرى يمكن ان تقوم يعني بالتداول من خلالها كما تشاهدون. فقط تضغط انفستمون هنا مثلا اون فوند توتال فوند، يعني اهم الاشياء يعني يمكن ان تقوم باخذ فقط تصور من تضغط هنا، ثم تختار مثلا الخطة التي تريد مثلا اذا اردت مثلا استثمار مع هذه الشركة يعني اشخاص مثلا هذه الشركة او هذا الشخص، يمكنك ذلك من خلال اوجين كابيتال تضغط على انفستمون، ثم يمكنك الاستثمار يعني توافق على الشروط الخاصة مثلا بالبام، ثم ذلك تقوم يعني بالتسجيل. كذلك لديك هناك خاصية اخرى هي خاصية الكوبي تريدينغ، هذه الخاصية بطبيعة الحال جميلة جدا، يمكن ان تقوم بكوبي تريدينغ الاشخاص الاخرين دون ان يكون لديك دراية انت في التداول، فقط تقوم يعني بالدخول مع الشخص الذي تريد التداول من خلاله، تدخل مثلا هذا الشخص وتضغط مثلا سبسكرايب بتن تو سينيل، يعني تقوم يعني باستعمال يعني كل الخصائص الخاص به، يعني انت دائما رابح بشكل بسيط جدا. يمكن ان تشاهد في هذا المكان هنا الاهم الاحصائيات الخاصه بهذا الشخص، تطلع الاحصائيات، تطلع الارباح الخاصه به وكل شيء خاص به، ثم بعد ذلك يمكنك ان تقوم يعني بالاستثمار معه اذا اردت الاستثمار من خلاله. يعني كل الاحصائيات توجد مثلا هنا، يعني مدى يتداول عبر USD BTC ايضا، وايضا يتداول من خلال يعني هذه العمله بطبيعه الحال. يمكن ان تقوم بالدخول معه في يعني كوبي تريدينغ، وان كان ليس لديك اي درايه في التداول فقط تاخذ ارباح خاص بك، او بطبيعه الحال ان كان خاسر بطبيعه الحال ستخسر انت الاموال الخاص بك. يعني طريقة نورد اف اكس هي طريقة بسيطة للغاية، يمكن ان تقوم يعني باستعمال هذه الخاصية يعني في الربح من خلال هذه الشركة، شركة جميلة، شركة بسيطة، وايضا شركة سهلة في التريدينغ.